اهلا وسهلا بالجميع. اليوم مع طبق بيعقد من الشيف شادي ومن العشرة على عشرة. الفتة اليوم عزوقي، فيكم تسموها فتة الشيف شادي. شو عملت؟ الفكرة هي اللحمة مع الرز واللحمات مع الرزات المطبوخين، بعمل حدهم دجاجة، هالدجاجة بسلقها فصفصة، برجع بعمل صلصة من اللبن والطحينة والخبز المحمص والمكسرات كله فوق بعضه. مشكلة حمص؟ لا ما فيها حمص، اوكي، بس فينا نحط فيها حمص من دون اي مشكلة. لقوا شو عملت؟ لحمة مفرومة بقر ناعمة، اخذت هيك حوالي 100 جرام، حطيتهم شوي صغيرة مع زيت الزيتون، ولعنا تحتهم وخلصنا، بس رح ارجع ولع هلا من جديد. طلعوا هون وين موجودين، واللي رح اعمله هلا رح ضيف عليهم نص كوب من الرز البسمتي الغير مغسول، انا ما بغسل الرز. هيدا هون نص كوب على الاقل، بنحركهم مع بعضهم بهالطريقه. طلعوا كيف، نخليهم كلهم سوا هيك ياخذوا من الزيتات ومن اللحمات الحلوين، والقرفه قرفه 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 عند القرفه هون هيك، وشوي صغيره كمان من الفلفل كمان الاسود، وشوي صغيره من حب الهيل او الحبهان، اوكي، البودره. حركنا يا شيف شادي هيك، وعندي على يميني مرقه الدجاج اللي سلقت فيها الدجاجتين، هو الدجاج مسلوقين. وين كانت الدجاجه؟ كانت بقلب الميات الموجودين هون، وهلا الميات عم يغلوا، اكيد لما سلقت الدجاجه بالمي اللي عم تغلي كان في عندي من الخولنجان، من اللومي، من القرفه، من ورق الغار، من البصل، من الكرافس، من الكراد، ومن الجزر. هذا كله سوا وين كان؟ بقلب الميات. ملح اكيد، غليت المي، حطيت الدجاجه، انسلقت الدجاجه، صفيت المرقه، اخذت الدجاجه برديت فصفصتها. تما تسود الدجاجه شو لازم اعمل؟ من بعد ما فصفصها وشيل اللحمه والعظام، شلناهم، اوكي، العظامات لكان، قصدي اللحمات، منحط عليهم شوية مرقة أحلى ما يسودوا. لكل كوب من الرز البسمتي بدنا كوبين من المرقة اللي عم تغلي، أكيد أنا أخذت نص كوب، يعني بدي قديش؟ كوب واحد من المرقة. وهون أنا عندي كفكير، يا سلام، كفكيرين، وهيدا كمان الكفكير الثالث، لأنه ثلاث كفاكير بيعملوا لي كوب واحد. منحرك، مننزل كل حبوب الرز الموجودين على جوانب الطنجرة، ومنجي نحن شو بنعمل؟ منسكر عليهم، وصرنا سيف، مرتاحين، مخلصين برقبتنا، خلصنا. اوكي، الدجاج جاهزين يا شيف شادي هون، الرزات هلا صاروا جوا. شو بعد عندك؟ عندك شغلة كتير حلوة، هي خلطة الطحينة مع اللبن ومع الثوم. هلا هون باخذ هل وعاء، بحط انا فيه من اللبن، بنحط فيه من طحينة السمسم، والمقادير كلها قدامكم، فيكم كمان تكتبوها وتحطوها عندكم. كمان عندي من الثوم، بنحرك الخليط مزبوط، والشيف شادي هلا بيدفلن من الملح والفلفل كمان، واللي بده كمان يحط فيهم من النعنع اليابس او من الزعتر، ما في عنا اي مشكلين. ها هيدا هون جاي على بالي شوية نعنع يابس من الملح ومن الفلفل، يا سلام. هيدي الخلطة ولا اطيب من هيك، فينا نحط، فينا نحطها مع كتير انواع من الرز، الرز مع لحمة، الرز مع دجاج، الرز مع السمك، أو فيها تكون حرة ونستعملها سمكة حرة باللبن أو بالزبادي، مثل ما تكون سمكة حرة بالطحينة أو سمكة حرة بالصلصة الحمراء، يعني بصلصة البندورة أو الطماطم. واحد جاهز، اثنين جاهزين، ثلاثة عم يجهزوا، والرقم أربعة هن المكسرات. ولعنا المقلي، أوكي، على حرارة نتفة صغيرة عالية مش كتير،
كمان فينا نحط بالمقلي من الزبدة من السمنة أو من الزيت. ما في عنا مشكلة. طلعوا ها لقوا شو حلوين هيك. يا سلام يا شيف شادي. وهلأ بنتقل على شمالي عندي من المكسرات. بلش اللوز ما عنا مشكلة. فستق الحلبي ما عنا مشكلة. الصنوبر مشكلة كبيرة غالي. يعني أنا برأيي حبة 2 3 4 5 13 15 حبة بكفوا من الصنوبر. وهيك بيكون عندي كمان بعد شوي بدهم كمان يعني يحمروا عندي هيك يتحمصوا شوي صغيرة. بطفي تحتهم كمان أوكي بهالطريقة بيخدهم هيك لونهم دوري لونهم أشقر. بس الرز زيت نطمن عنهم شوي صغيري هون. يا بدهم 10 دقايق. اهلا وسهلا فيكم لك من جديد مع فتت على طريقة الشيف شادي. الرز زيت صاروا نوعا ما جاهزين. عندي المكسرات فرجينا نشوف يعني لو الزيت مع الفستقات مع الصنوبرات بلشوا يحمروا كمان عندي. عندي الدجاج كمان جاهز لكن الرمالاح اللي هني 4 الدجاج المسلوق او الدجاج اللي بنكون حاطينه بالفرن ومفصفصينه يعني لحمة الدجاج. طب اذا كان مشوي وين المشكلة؟ دوره يكون مسلوق؟ اكيد لا، بس اكيد بنختار الدجاج من دون عظم. يعني اذا شوينا دجاج بنشيل اللحمة وبنستعمل اللحمة تبعيته. عندي كمان هون خليط الطحينة مع الثوم ومع الزبادي يعني اللبن. عندي الرز زيت 1 2 3 واو صاروا جاهزين. 1 2 وطفينا يا شيف شادي. هلا ومتركهم على دقيقة هيك مغطيين مشان كمان هالبخار شو يعمل؟ ينحصر بالداخل ويستوي لي اكثر الرز زيت والرز رح يمتص المي او المرقة الدجاج الباقية بقلب الطنجرة. المرحلة كمان الرابعة هي المكسرات، يعني عندنا كذا مرحلة لازم يكونوا موجودين. والمرحلة الخامسة هي الخبز المحمص. هيدي شغلة كمان أساسية. كيف بدنا نبلش نركب الصحن أو الطبق فتت الشيف شادي؟ يلا، أول شيء بدنا نطفي تحت كمان المكسرات، حلوين بيعقدوا شقر. رح انتقل لهون، رح ناخذ كمان طبقين فينا نستعملهم، إن كان طبق كمان الفخار المتعودين عليه أو الطبق الأبيض إذا حابين هيك تطلع كمان أوريجينال أكثر. بنحط أول شيء عنا الخبز المحمص بهالطريقة هيك، شايفين شو حلوين؟ بحط كمان شوي صغيرة من سفين الدجاج على الخبز، وهيك كمان سفينة عندها كمان شوية مي بتطري لي كمان الدجاجات. بنروح على صلصة اللبن أو الطحينة بهالطريقة. طلعوا كمان كيف. وهلأ بنتقل كمان منجيب ملعقة ومناخد الرزات الحلوين. يلا الرز صار أنا عندي إياه جاهز هون. يلا يا شيف شادي تطلعوا شو حلو. ومناخد الرزات السخنين. طلعوا هالرزات. هيدا الرزات كلهم سوا على الدجاج ومن جديد على الخبزات. نحطهم بهالطريقة. مناخد كمان من شقف الدجاج عليهم من فوق. طلعوا شو حلوين. صلصة اللبن مع الطحينة مع التومة كتر منا شوي. وبنرجع على الرزات نحطهم على مهلنا. نرجع كمان على صلصة طحينة
ومن بعد الدجاج طلعوا شو حلوين بهالطريقة. حلوة كل كمان سفين للدجاج حطوه من فوق خبز محمص على الداير هيك بيعطينا كمان جمال للطبق. أما بالنسبة للمكسرات بناخد ملعقة ومنحط هالمكسرات الحلوين على الرز والدجاج كلهم سوا من الفستق الحلبي للصنوبر كمان وللوز كتير حلوين. طلعوا كيف داير مدار كمان الدجاج بهالطريقة بقدونس ونتفة صغيرة مش كتير من صلصة اللبن على الخبزات وشوي صغيرة اللي باقيين من اللوزات أو المكسرات. مع هذا صحن الفتة اللي أنا بعتبره كمان صحن كمان كتير حلو. أوكي بنهي كمان طبقي لليوم بهالريحة بهالجمال اللي أنتوا شايفينه. شو بدي أقول لكم؟ أكيد ولا أطيب من هيك. باي.